أحب أن نحتفي بطلاب العلم المتفوقين. حياكم الله. طبعا اليوم مميز لأنه عم نكرم طلاب متفوقين كانوا متميزين من بين آلاف الطلاب في شمال سوريا المحرر. طبعا بفضل الله عز وجل كرمنا 73 طالب وطالبي من طلاب الثانوية الفرعية العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والتعليم الأساسي وأيضا الإعدادية الشرعية. فالحمد لله رب العالمين، أكرمنا الله سبحانه وتعالى بتكريمهم وانبسطوا هني وأهليهم، والله يعطيكم العافية. أتوجه بأسمى آيات الشكر والحمد لله عز وجل على ما أعطانا بأن أكرمنا لخطوة أولى على طريق العلم، كما أتوجه بالشكر والامتنان لكل القائمين على العملية التربوية. أنجزنا الامتحانات بنزاهة بصدق بأمانة، فنال كل طالب حقه تماما. حصلت الحمد لله على العلامة التامة 280 من 280، والحمد لله اليوم أنا جاي أتكرم بمناسبة حصولي على هذه العلامة، وحقيقة أنا أشعر بالفرح والفخر يعني، لأنه هذا إنجاز عظيم يعني وقت جني الثمرة. الحمد لله يعني أنا درست وتابعت أول بأول، وكان هدفي من البداية إني أجيب المجموع العالي. بهدي نجاحي لكل حدا علمني حرف، بهدي نجاحي لكل حدا علمني ولكل أساتذتي ومعلميني، وبهدي أكيد النجاح أولاً لأهلي يلي دعموني جداً جداً بهاي المسيرة. الحمد لله أني اليوم حصلت على مجموع كامل 280 في الصف التاسع شهادة التعليم الأساسي. الحمد لله هذا فضل الله، ثم فضل تعبي وجهد أمي وأبي اللي تعبوا معي وساندوني ووقفوا معي وقدموا إلي كل شيء بحتاجه.